ليس من العبادة ترك الطيب من أمور الدنيا، ليس من العبادة ترك الطيب من أمور الدنيا، ولا عيب على من اختار نفسه الزاكي، من اختار لنفسه الزاكية من أمور الدنيا من غير إسراف ولا كبر. إنما العيب في الإسراف وفي الكبر، فمن برئ من الإسراف وبرئ من الكبر فلا عيب عليه أن يختار الزاكية من أمور الدنيا، فيختار من كل حلال أزكاه وأنفعه له من جهة اللبس، من جهة الأكل، من جهة المركوب وغير ذلك. قال تعالى في الآية 19: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والشاهد في قول الله عز وجل أنهم قالوا فلينظر أيها أزكى طعاما، فأرادوا من الطعام أزكاه، وهذا يدل على هذه القاعدة المقررة المحررة.